Hazrat Omar bin Abdulaziz rahmatullah alayh. Hazrat Omar bin Abdulaziz rahmatullah alayh 61 Hijri ko Madina Munawwara mein paida hue. Aapke walid ka naam Marwan bin Hakam aur walida ka naam Umme Asim tha, jo ki Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ تعالی عنہ ki bhatiji aur Hazrat Sayyidna Umar Farooq رضی اللہ تعالی عنہ ki poti thi. Aapke walid Marwan bin Hakam 21 saal tak Misr ke governor rahe. Aapka bachpan aur ladakpan nafasat-e-taba aur khushposhaki mein guzra, magar aapki tabiyat bachpan hi se paakizgi, nazafat aur zuhd-o-taqwa ki مائل تھی. جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے میری خواہش اور لوگوں کی رائے لیے بغیر خلیفہ بنا دیا گیا، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور تم لوگ جسے چاہو خلیفہ مقرر کر لو. تو لوگوں نے یک زبان کہا، ہمیں آپ بطور خلیفہ منظور ہیں. آپ نے خلافت کی ذمہ داری ایسے سنبھالی کہ خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی اور عمر ثانی کا لقب پایا. جب پہلی مرتبہ آپ کے لیے شاہی سواری لائی گئی تو آپ نے فرمایا، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے. آپ نے تقریباً 2.5 سال حکومت کی اور اس عرصے میں بلا تفریق عدل و انصاف قائم کیا. آپ کا عہد خلافت راشدہ کے بعد تاریخ اسلام کا ایک درخشاں اور سنہری عہد ہے. رجب المرجب 101 ہجری میں آپ کو مخالفین کی طرف سے ایک خادم کے ذریعے زہر دیا گیا اور اسی سبب رجب المرجب میں ہی آپ کا وصال ہوا اور ملک شام کے شہر حلب کے قریب دیر سمان میں دفن ہوئے. آپ نے اپنی قبر کی جگہ وفات سے پہلے خود قیمت ادا کر کے خریدی تھی. تؤكد مثل هذه الصور أن المجوس إذا دخلوا قرية أفسدوها، وكذلك فعلوا في الدير الشرقي جنوب إدلب، حيث نبشوا ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز وقبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك وقبر خادمه بعدما حرقت وحطمت شواهدها كما هو واضح. وهو ما يؤكد أنباء تحدثت عن حرق الميليشيات الطائفية الإيرانية للضريح لحظة اجتياح المنطقة قبل 4 شهور. الخليفة الذي قيل إنه رد المظالم بنفسه وبكى عليه الروم بعد موته بالسم، يتعرض ضريحه اليوم لاعتداء لم يفعل مثيله حتى المغول رغم كل فظاعاتهم. حتى غور حين دخل دمشق اكتفى بركل قبر صلاح الدين وقال له، قم يا صلاح نحن هنا. كان يمكن لهؤلاء ارتكاب جريمتهم دون تصوير، لكنهم اختاروا توثيقها ونشرها في تحدي للأكثرية السورية السنية ومحاولة النيل لكل ما يرمز لها قديما وحاضرا. وفي الحديث عن هذه المشاهد يحضر أيضا نبش ميليشيا أسد وحلفاؤها قبور السوريين في عدة مناطق بعدما هجرها أهلها كخان السبل بإدلب وحيان غرب حلب. وفي محاولة لكسر روتين نبش القبور لجأ هؤلاء المتطرفون لأسلوب انتقام جديد بالتقاط صور السيلفي مع القبور المحطمة تارة والعبث بجماجم أصحابها تارة أخرى. من أرزونيش يا عمي. على هذا يفهم لماذا اصطحب هؤلاء شواهد قبور ذويهم في رحلة نزوحهم الأخيرة، فيما لم يفهم بعد سبب تسمية الكثيرين نابشي القبور على أنهم جيش سوري، وكيف يمكن الحديث عن عودة آمنة للنازحين في ظل وجود نظام أسد. وإذا كان هذا تعاملهم مع الأموات، فكيف هو حال المعتقلين والمعتقلات في سجونهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة للشبيحة اللي قاعد يحفرون قبور ينبشون قبور يتفاخرون، هذا مو جديد عليكم وهذا أمر عادي بالنسبة لكم. أنتم ناس بلا إنسانية بلا ضمير، ناس مجرمين. هذه قبوركم، الحز نقدر نعاملكم بالمثل، الحز نقدر ننبش قبور ونحفر ونهدم هاي القبور بالكامل، ولكن هذه مي من عاداتنا ومي من أخلاقنا ومي من شيمنا، مو من ديننا الحنيف نساوي هذا الأمر. نقولكم للباطل جولة وللحق جولات، وبإذن الله بإذن الله الله عز وجل راح ينصرنا عليكم إن شاء الله، لأنكم أهل باطل. عباس لا تترج الخيل، الشيع المعركة قبل ما تبدأ سبقها، اقعدوا وشوف قطع الروس، أطفالنا اتقى صبرها، ردوا حربا وحربا فلتكون.